صباح الفل، صباح الورد. اخباركم ايه؟ يا رب تكون كلنا بخير وسعاده وهنا. مش عايزه اقول لكم انا بعاني قد ايه عشان اصور فيديو حتى لو كان دقيقه في القعده والاضاءه وظبط الكاميرا. الموضوع مش عارفه بقى هو صعب مع الناس كلها ولا معايا انا بس، مش عارفه، بحس ان هو ايه يعني بصعوبه عشان ان انا اظبط الكاميرا. المهم عموما انا ماسكه الموبايل في ايدي، يعني فهتلاقوا ايدي بتترعش، الصوره مهزوزه، مش عارفه يعني انتوا حظكم. المهم النهارده هنتكلم عن حاجه حلوه قوي، عايزه كل الستات تجربها في المطبخ عندك. هي عامه انا عندي ما بقطعهاش خالص، الزعتر. الزعتر ده سبحان الله، يعني انا اول كنت متخيله ان الزعتر ده اصلا هو في منه نوعين، زعتر دقه ده بيتحط على الجبنه، وكنت متخيله ان الزعتر اللي هو الورقات ده بيتحط على الشوربه فقط. والله جت معايا بالتجربه كده، هو ريحته نفاذه وريحته جميله جدا، فقلت اما انا ايه اما ادخل الزعتر ده في حاجات تانية، في اكلات، في اشربه كمشروب اجرب. وفعلا اولا لقيته حلو جدا 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 في التتبيلات. يعني اما تحطي زعتر الوريقات، هقول لك تعمليه ازاي. هتجيبي زعتر الوريقات ده من عند العطار، هو بيبقى وريقات صغننه جدا متكسره كده، هتطحنيها عندك في المطحنه، مش عايزه اقول لك بقى الريحه النفاذه اللي هتشميها في المطبخ، تمام؟ وهتركنيه عادي ببرطمان محكم الغلق، وبيقعد معاكي فتره طويله جدا، تمام؟ او احفظيه في الثلاجه لو براحتك يعني. هتستخدمي بقى في جميع التتبيلات اللي تخطر على بالك، كبده، سمك، لحوم، المشويات، يعني اي حاجه عندك، تمام؟ ده بالنسبه للحوم والمشويات والحاجات دي. استخدميه في السلطه، تمام؟ من ضمن البهار اللي انت بتبهري بيه. يعني انت ممكن تحطي ملح وزعتر بس وليمون وخل على السلطه. بتستخدميه في نزلات البرد، رهيب رهيب في نزلات البرد. في الكحه بيريح الصدر جدا، بيريح المعده جدا، في الام البطن، في الام الحيض، في الام الاذن. ممكن حد يستغرب من الام الاذن، لا هو بيريح الودن جدا. استخدميه، بصي لو عندك التهاب في جسمك عامه، هو يعني هو بيشتغل على كذا حاجه. فالزعتر، وعلى فكره الزعتر ده كماده عشبيه بيدخل في ادويه كتير جدا جدا جدا، فانتي تستخدميه في رش احسن. والزعتر على فكره اللي هو الدقه اللي فيه سمسم ده، في ناس يعني ايه بتتضايق منه عشان فيه سمسم. انا بعمل ايه بقى؟ انا واحده من الناس برضو لما باجي احطه على اي حاجه او على الجبنه ما بحبوش كده. على الجبنه بقى، على شوربه، على سلطه، على ايه بقى حاجه حلوه قوي هتعجبك جدا جدا والشعب المصري كله بيعشقها وبيموت فيها، الدقه بتاعه الكشري. حطيها على الدقه بتاعه الكشري اللي هي بتاعه التوم دي، وهتدعي لي صدقيني طعمه خطير خطير، وبيدي ريحه خطيره ملهاش حل. بيعمل ايه تاني؟ ايه تاني هنقول بيعمل ايه تاني؟ بيعمل حاجات حلوه كتير. اهم حاجه تستخدميه لو انت هتستخدميه، لو انت عايزه تحطيه على الجبنه وانت متضايقه مثلا من السمسم. يعني واحده من الناس ما بحبش السمسم اللي هو في الزعتر الدقه ده، بطحنه برضو. يعني اطحني الزعتر الدقه ده، اطحنيه في المطحنه، هيبقى ناعم جدا جدا جدا، والزيوت العطريه بتاعته كده بتبقى مش عايزه اقول لك ريحتها عامله ازاي. ده تستخدميه على الجبنه بقى، تستخدميه على اي حاجه براحتك برضو. على فكره هي نفس الاستخدامات بتاعه زعتر الدقه اللي هو بسمسم، هي نفس الاستخدامات بتاعه الزعتر الورقي. ويعني الاحلى والاحلى ان انت لو بتزرعيه عندك في البيت او بتجيبيه من ماركت او من عند عطار بيبقى فريش احيانا، فوائده عظيمه، فوائده جميله جدا، هتحبيه جدا 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 في الاكل. حطيه في اي طبيخ، بسله، لا رز، لا بسله. انا كنت هقول لك يعني حطيه، استخدميه في كل حاجه ما عدا مثلا الرز، تخيلوا. ممكن تحطي عشبه لو فريش، حطي يعني مثلا حته كده ورايقه كده فريش خضره، صدقيني حطيها في الرز بيدي ريحه ملهاش حل، تمام؟ لكن ما ينفعش طبعا نحطه مطحون على الرز، على البيض، على الحاجات دي. تستخدمي وريقات فريش ماشي على الرز، على البيض، على الحاجات دي، لكن مطحون هتستخدميه، هتدعي لي استخدميه بجد بجد. يعني انا عايزاكي من النهارده كده تسمعي الفيديو ده وتبتدي تنفذيه، صدقيني هتدعي لي. وعايزه اشوف التعليقات بعد ما تجربوا الموضوع ده. على فكره في الاسهال عند الاطفال حلو جدا جدا جدا، للمغص عند الاطفال ونزلات البرد المتكرره في الشتاء. بيظبط نسبه الكوليسترول حلو جدا، وارتفاع ضغط الدم. لو دخلت وقريته على عشبه الزعتر، صدقوني يعني عايز يوم كامل كده عشان تستمتعي فعلا بالعشبه دي. وصدقيني في ناس كتير قوي ما عندهاش فكره اصلا ان الزعتر ده بيستخدم في ايه، فهاتيه وجربيه وصدقيني هتدعيلي.
صباحكم فل وورد وياسمين، وعايزة كده القناة بتاعتي تزيد كده وتكبر وتبقى حلوة بيكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.